خصائص السيرة الذاتية. مرحبا أمي، ماذا تقرأين؟ أقرأ كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. قصتي 50 قصة في 50 عاما. يبدو كتابا رائعا. يعد هذا الكتاب سيرة ذاتية يا زينة. يشاركنا سموه بقصص وإضاءات ومحطات من رحلة 50 عاما من حياته وعطائه ومسؤولياته. سيرة ذاتية؟ ماذا تقصدين؟ السيرة الذاتية يا زينة هي نص أدبي يسرد فيها المؤلف أحداثا من حياته الخاصة، ويتحدث عن حياته الواقعية ليختار ما يرغب في كتابته حتى يكون أمام القارئ. لكن لماذا نكتب سيرا ذاتية؟ نمر بتجارب كثيرة في حياتنا يا زينة تؤثر فينا وفي غيرنا، وفي هذه الحالة فإننا نشعر أنه لا بد من تسجيلها وسردها لتجسيد منجزاتنا بشكل مختصر ودقيق جدا. إنها جوانب مهمة تنبض بالحياة وتجارب مضيئة حية نسطرها ونضع فيها من أنفسنا وخواطرنا وأفكارنا وذاكرتنا وتاريخنا، لنعبر بها عندئذ ساحة الإبداع بعمل له مزاياه ومقوماته الخاصة. وثمة نوعان من السيرة الذاتية من حيث الإيقاع السردي. وما هما هذان النوعان؟ الأولى سيرة تمجيدية تشيد بانتصار الشخصية الرئيسة على مثبطات الواقع، مثل سيرة الأيام لطه حسين. والثانية؟ الثانية سيرة مأساوية مريرة تنتهي بالعجز والفشل، كسيرة الألم وسيرة الرحيل للكاتب المغربي بطمة. وما الذي يميز السيرة الذاتية عن غيرها من الأعمال الأدبية؟ للسيرة الذاتية خصائص. أولها السرد، فيسرد الكاتب أطوار حياته الماضية في تتابع للجذب وإمتاع القارئ. ثانياً استخدام ضمير المتكلم أنا وشخصيته وضمير الغائب المفرد أحياناً، مثل طه حسين في كتاب الأيام. أها، وماذا أيضاً؟ لا مجال للخيال عند كتابة السيرة الذاتية، فالأحداث التي تعرض كلها أحداث حقيقية. إذن فالسيرة الذاتية بعكس الرواية. تماماً، كما يجب أن تقدم النفس إلى الناس بصدق وجرأة وموضوعية، ولا سيما الطفولة العالقة في الذهن. ولا بد من مراعاة الوضوح والأداء القصصي الجذاب لإثارة انتباه القارئ. وأخيراً التطابق بين المؤلف والراوي والشخصية التي تعد محور الأحداث. يبدو هذا رائعاً. هل يمكنني أن أستعد لكتابة سيرة ذاتية خاصة بي؟ طبعاً يمكنك. عليك أولاً أن تسجلي أفكارك وتصنعي قائمة بالأحداث والوقائع التي تودين ذكرها في نصك، ثم فكري في طريقة تبدأين بها نصك لتشد القارئ وتجعليه يرغب بالمواصلة، ثم أضيفي الفقرات التي تلي المقدمة وفيها ضع التفاصيل التي ترين أنها مهمة. هل يمكنني أن أذكر ذلك اليوم الذي ربيت فيه عصفوري كشكوش؟ حاولي ألا ترهقي نصك بذكر كل شيء، فأفضل السير الذاتية هي التي عرف كاتبها كيف ينتقي أفضل ما يمكن أن يفيد القارئ. ها فهمت عليك ماما. في الخاتمة أعيد الحديث عن نفسك مستخدمة طريقة مختلفة في التعبير عن تلك التي بدأت بها سيرتك، وأخيراً حاولي أن تجمعي الموضوع وتختصريه في فقرة. ماما، هل يمكنني أن أكتب سيرة ذاتية عن أبي؟ لن تعد في هذه الحالة سيرة ذاتية، بل سيرة غيرية. سيرة غيرية؟
نعم، تعالي لنقرأ كتاب قصتي أولاً، ثم أحدثك عن السيرة الغيرية. السيرة الذاتية، وهي نص أدبي يسرد فيها المؤلف أحداثاً من حياته الخاصة ويتحدث عن حياته الواقعية ليختار ما يرغب في كتابته حتى يكون أمام القارئ. خصائص السيرة الذاتية: السرد، يسرد الكاتب أطوار حياته الماضية. استخدام ضمير المتكلم أنا. عرض أحداث حقيقية. تقديم النفس إلى الناس بصدق وجرأة وموضوعية. الوضوح والأداء القصصي الجذاب. التطابق بين المؤلف والراوي والشخصية. أمثلة على سير ذاتية: الأيام، طه حسين. حياتي، أحمد أمين. أنا، عباس محمود العقاد.